نروح بقى الكابتن احمد سعيد. اتفضل يا كابتن. عشان اول طله معايا احنا سمعنا في التقرير، بس انت قلت لي انت بدات في نادي، اول بدايه ليك. اول بدايه ليا خالص يا كابتن مدحت كانت في نادي النيل. في نادي النيل. في نادي النيل والله. قعدت اللي ست في شبرا. شهور. اوكي. قعدت ست شهور مع كابتن عماشه. مع كابتن عماشه. كابتن عماشه. عماشه بتاع المحله؟ اوكي. دي كانت اول ست شهور ليا في نادي النيل. كان عندك سن كام بقى؟ كان عندي حوالي 8 سنين. ياه. وانت صغير قوي. انت هناك من سكان شبرا المنطقه دي؟ لا لا لا، انا من حلوان. انا ضربت في اسكو قريبه من لا نادي النيل. لا انا ساكن في حلوان. كويس. فاول نقله ليا كانت هي نادي النيل. بعد كده رحت الاهلي اختبارات. اوكي. رحت اجرب، كنت رايح اجرب عادي، مش رايح بقى في دماغي ان انا رايح النادي الاهلي. اختبارات عاديه في السن الصغير بالظبط. رحت واختاروني وقعدت هناك سنتين مع الكابتن بدر رجب والكابتن جمال السيد. بعد كده رحت جه الكابتن امين عرابي فمشاني. وانت عندك كام سنه؟ كان عندي حوالي 11 سنه 12 سنه. وانت صغير. 12 سنه او 11 سنه. اوكي. كنت بعد كده رحت انبي، قعدت 3 سنين في انبي قطاع الناشئين. قطاع الناشئين. مع كابتن احمد صابر. اوكي. بعد كده سمعت على اكاديميه الجي ام جي بتاعت وادي دجله. سمعت بقى ناس كتير بتتكلم عليها ان هي اكاديميه وبتسفر بره، وكانت هتحقق لي حلمي. فرحت عملت فيها اختبارات، واختباراتها كانت صعبه جدا جدا. انا حضرت الافتتاح بتاعها على فكره. الاختبارات بتاعتها بصراحه صعبه جدا، مش اي حد بيعديها جدا. فقعدت في الاكاديميه حوالي 5 سنين. كان نظامها ايه؟ الاكاديميه دي كانت فيها كل حاجه. كنا عايشين هناك في الاكاديميه. عايشين هناك في الاكاديميه في السخنه. مستر ماجد كان موفر لنا كل حاجه. ماجد سامي. اكل شرب دراسه نوم كل حاجه. ودراسه بيجي لكم كل حاجه. المدرسين كانت بتجي لنا. شوف هناك. الجمال، شوف الفكر. بصراحه كانوا موفرين لنا كل طبعا حاجه. طبعا الفكر الاحترافي. قعدنا وكنا بنتمرن هناك وبنسافر نلعب فيه. هو عامل ملعب حلو هناك في السخنه. جدا. وكنا بنسافر نلعب فرق، وفرق بتيجي تلعبنا من بره. في الفندق اللي في الكومباوند اللي عندنا هناك. مكان بتاعنا احنا لوحدنا قاعدين فيه. ايوه صح. قعدنا هناك 5 سنين. بعد كده نزلت فرقه الناشئين، قعدت سنه واحده لعبت ناشئين فيها. وبعد كده جه الكابتن احمد حسام ميدو. فبدا يطلعنا الفريق الاول. وكان عندك كام سنه بقى؟ كان عندي 18 19 سنه. واخدك ميدو فريق اول. طلعنا الفريق الاول. كويس. ما لعبتش معاه، بس كنت متواجد معاه على طول دايما في الماتشات. كنت بخش معاه السكور، بس ما لعبتش معاه خالص. بعد دي كده اهدافك في وادي دجل. بعد كده جه حصل دروب مع كابتن ميدو ومشي من وادي دجله. جه كابتن طارق العشري. اتمرنت، كان محتاج ناس تلعب معاه ماتش ودي. طلعت لعبت معاه حوالي تلت ساعه في ماتش ودي. بعد كده بعدها بحوالي اسبوع كان عندنا ماتش في الدوري. لعبنا في الماتش اللي في الدوري، نزلني ربع ساعه. ياه. والله رؤيه. انا ما كنتش المدرب بيبقى عنده رؤيه. انا ما كنتش متوقع بصراحه. نزلت، ومن ساعتها بقى وانا الحمد لله متواجد في الفريق بصفه اساسيه. لحد ما مشيت. فريق اول. فريق اول. لعبت، كنت بلعب كل الماتشات. كويس. بصفه اساسيه. قعدت كام سنه بقى في وادي دجله؟ قعدت في الفريق الاول في وادي دجله 3 سنين. 3 سنين فريق الاول وخمس سنين في الناشئين. خمس سنين. يعني عمرك تقريبا 8 سنوات في وادي دجله. ده بيتي الثاني. هو نادي كبير، وماجد سامي الحقيقه المهندس ماجد سامي رائع في ادارته يعني. بصراحه انا بحبه. كويس. بعد كده؟ بعد كده اتنقلت للبنك الاهلي السنه اللي فاتت. ودي ثاني سنه ليا. من يعني باع، هو من ضمن الناس اللي باع. باعك بكام بقى؟ على هوا كده. عادي عادي، مفيش حاجه. تقريبا بحوالي 7 مليون. 7 مليون تقريبا. اللي هو لمله بتاع 80 مليون في هو كان عامل اكاديميه عشان كده. هو شاطر. هو الكوره بقى تسويق. استثمار. بقى استثمار. انت لو جيت بصيت، هو لعيبه كتير جدا طالعه من الاكاديميه دي. بالظبط. يعني احنا كنا حوالي مثلا كنا تو جروب، بس في جروب 10 وجروب حوالي تاني 9 او 10 لعيبه. في مننا حوالي مثلا، انا قلت لك الاسماء، في لعيبه كتير في الدوري الممتاز من الاكاديميه. قول لي. في محمد هلال معانا في البنك الاهلي. في محمد رضا بوبو بتاع فيوتشر. في احمد سيد زيزو بتاع الزمالك. احمد سيد زيزو بتاع الزمالك. من من وادي كريم حافظ. محمد عبد العاطي. رائع. محمد ابراهيم عايش في اسوان. محمد محمود. محمد محمود كان معانا في وادي دجله. محمود مرعي.
احمد عاطف من عندكم؟ احمد عاطف كان معانا في وادي دجله. احمد عاطف ده انتوا ما شاء الله فرق لو جيت بصيت هتلاقي الدوري كله ما فيش فرقه ما فيهاش لعيب من وادي دجله. بتاع فاركو شريف اسمه واحمد شريف. احمد شريف بتاع فاركو ديبيس رشدان لعيبه كتير جدا وفي لعيبه تاني في القسم التاني. انت لو جيت بصيت في الدوري هتحس ان ما فيش فرقه في الدوري ما فيهاش لعيب من وادي دجله. بالظبط بالظبط ما شاء الله. ما هو ده عارف ده يا كابتن احمد يوري ايه؟ يوري قد ايه الفكر بقى الاستثماري يا كابتن عاصم. ده حقيقي يعني ما شاء الله. شوف وادي دجله شوف مطلع فرش الدوري كله لعيبه. ده حقيقي. طب انت لعبت معلش هساله كمان سؤال واجي لك. انت لعبت في قطاع الناشئين في الاهلي ولعبت في قطاع الناشئين في وادي دجله. ايه الفرق؟ الفرق اللي انا حسيته ان وادي دجله كانوا موفرين لنا كل حاجه. بيوفر لك كل حاجه عشان تطلع كل حاجه عندك. هو بيقول لك ركز في الملعب وما لكش دعوه باي حاجه تاني. كل حاجه انت شايلها من دماغك. كل حاجه انت شايلها من دماغك موفر لك كل حاجه. اديني بس في الملعب وهو موفر لك كل حاجه. فدي ميزه طبعا بتخلي انت ما فيش حاجه في دماغك ان انت تطلع كل اللي عندك في الملعب. فدي بتخليك طبعا بتطور من مستواك كتير جدا. ما اي قطاع ناشئين اخر سواء الاهلي او غيره بتروح وترجع وتاني وبتاع. لكن دي اقامه كامله باكل بشرب بنوم بدروس بكله. كانت كل حاجه في نفس المبنى اللي احنا عايشين فيه. تحفه. فدي حاجه بصراحه هايله هايله. طيب